ما شاء الله، انت السنة الأخيرة دي انا شايفة انه محظوظ في ربنا اختيارك ربنا للأغاني، يخليك لك، موفق في اختيارك الحمد لله. للأغاني، اكيد مش بس حظ، اكيد اجتهاد كبير في انك تختار الأغاني وتكون الأغنية اللي صنعت اعتقد نجومية مسلم من طبعا كلماتك، واشتغلت طبعا عليها بنفسك بشكل كبير. كنت بتكلم عن نشأتك الفنية وانه والدك فنان ووالدتك فنانة، احكي لي اكتر، مسلم كان بيعمل ايه قبل ما يغني، والنشأة كان شكلها عامل ازاي؟ انا والله يعني اتبهدلت جدا في مسيرتي دي، يعني الحمد لله، وكل ده علمني ان انا ابقى راجل واجه الحياه دي واقدر اصنع حاجات كتير قوي، ومش بقف عند حته معينه او ليميت معين، لا انا طموحي كبير قوي، وعارف ان في ناس بتحبني وناس مستنيه مني ان اللي هعمله ده هينجح. فانا اتبهدلت جدا، يعني انا بداتها من اول، معلش، انا كنت بقطع عيش ومش مكسوف من ده، انا لا مفتخر، الشغل مش عيب. مفتخر ان انا بدات ده ونجحت وطلعت منه واتبهدلت ونزلت. وانت بتشتغل الشغل يعني الوظائف دي، كنت حاطط في دماغك انه انا عايز اغني، انا بس بشتغل الشغل ده دلوقتي لحد ما اوصل، بص، ولا كان هكدب لسه عليكي، الغنى مش اه في هكدب عليكي، دماغك؟ وما كانش في دماغي، لان انا جيت فتره غنيت وقفت. آه كنت طبعا انا البيت كله، وانا الظهر بتاع البيت، فانا اللي كنت متولي كل ده، فما انت كانش اللي في بتعيل دماغي، اسرتك، اه فانا ما كانش في دماغي كل ده، ما عندكش بس رفاهية انك تسيب ده خالص. وتروح تغني. بس مره كده من لا شيء لقيت نفسي بقول لو نزلت القاهره اديت فرصه لنفسك ان انت تلف وتخش مكاتب نزلت وتعمل. القاهرة، انت اصلا منين؟ انا اصلا كنت عايش في اسكندريه،